أذن المغرب واحد 10 دقائق يلا كتقام الصلاة، الناس يلا كيدخل المسجد، أنا جاي قمت ديال الجامع حتى تبان لي الصومعة طايحة، باهي الصومعة طايحة، داك الشيء ديال هابط بشوية ضرب خيط ديال البولو ديال الضوء يتفرقع داك الشيء، صراحة داك الشيء بحال تقول شي ديال الأحلام وداك الشيء ديال الفيلم باغ تفرقع داك الشيء، ولد فرتيد كل شيء. حفظ الله كان واحد السيد قريب حفظ الله جاب الله رب، كنت أنا واحد السيد، واحد السيد مسكين هرب والحمد لله كون رفعونا ركابينا، وهاد الصومعة مدة جي مدة 5 أشهر عارفين بلا تشققات، وجات واحد الورقة باللي خطر تصلي في هذا المسجد، ولكن المسؤولين ما كاينش مستجيب، 15 يوم قبل تبان لك هذا الشيء كاع تشققات وفيديو بالاماره، الحمد لله ما تسببش خسائر بشريه الحمد لله، هذا واش كنتمناو، ومشكله كتجي في الضحايا المساكين، اما الناس مسؤولين ما مسوقينش هما لا احد يبالي. على هاد القضية ديال الجامع اخويا ديال الجامع بادر ديال ساني زين العابدين، هو ديجا اخويا الجامع كان مشقوق فهمتي، الناس المسؤولين ديال ساني اللي كنصوتوا عليهم وهادي جاو شافوا الشق فهمتي، فاش يجيو يعالجوه ويصوبوه ما كاين فهمتي ما والو، كيجي وايدق عليك هكا اخويا صوت عليا وصافي فهمتيني، اما الجامع ها ودابا كيفاش وقع اخويا البنية التحتية عيانة ومع ديك الشتا فهمتي جات مجاهدة كاين اخويا حفظ الله طاح من لي فهمتي ما طاحش على الشنطه ولا شي حاجه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.